بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة الثانية في تعليم الماكس للمبتدئين. معاكم المهندس أحمد حمدي. بالنسبة للمرة اللي فاتت احنا كنا شرحنا في المحاضرة اللي فاتت ازاي اللي احنا نظبط اليونت بتاعت 3D Max، وازاي كمان ان احنا نقدر نستعمل التولز الموجودة او نقدر نستعمل الاوبشنز الموجودة فين في فايل. النهاردة ان شاء الله هنبتدي ندخل في جزء تاني مهم جدا، ودي لازم نبقى عارفينها لان بتفرق هي ان الواحد يبقى عارف امكانيات البرنامج اللي هو شغال عليه. اول حاجة عندنا هتقابلنا هنا في تول بار فوق في اللي هو اندو وريدو، ودي طبعا زيها زي اي برنامج زي الوورد او الفوتوشوب او الكاد، ان انا سواء بجيب اللي هو برجع خطوة لورا او بطلع الخطوة اللي انا ايه رجعتها لقدام. طيب دلوقتي بعد كده بعد اللي هو اندو وريدو هنلاقي في حاجة تانية قايمة او جزء خاص بالسلكت، هنلاقيه موجود فين عندنا؟ شايفين الشرطة السوداء ديت الموجودة، والشرطة السوداء دي يبقى الجزء ده خاص بالسلكت او هو المسؤول ازاي ان انا اعمل سلكت جوه الماكس. اول حاجة تقابلني هنا ان في حاجة اسمها كلمة قول دي او قول دي المسؤول انها اي حاجة موجودة عندي في الماكس او في الفيو بورت بتاع الحاجة اللي انا رسمتها اقدر اعمل سلكت عليها. طيب زي ايه؟ لو فتحنا كلمة قول هنلاقي ان كلمة قول دي فيها حاجة اسمها جيومتري، وفي حاجة اسمها شيب، وفي لايت، وفي كاميرا، وهكذا. الحاجات دي طبعا كلها ان شاء الله هنقولها بالتفصيل في المحاضرات الجاية بإذن الله، اللي هو هنلاقيها لو بصينا على جنب هنلاقي هنا في عندي حاجة اسمها من كرييت، هنلاقي في حاجة اسمها جيومتري وشيب وكاميرا، سوري، ولايت وكاميرا. عفوا. بالنسبة للجيومتري هي الحاجات اللي هي ال 3D اللي مبنية جاهزة على الماكس، وبالنسبه للحاجات اللي هي الشيبس اللي هي المسؤوله اللي هو زي اللاين، ريكتانجل، سيركل، ستار، تكست، دي الحاجات اللي هي 2D، وطبعا ازاي هنشوف ان احنا نقدر نحولها تبقى 3D. وبعد كده عندنا اللايت للاداره، وبعد كده عندنا الكاميرا اللي هي مسؤوله ازاي احط كاميرا. فمعنى كده ان انا لو جيت رسمت مثلا بوكس، طبعا احنا هنشرح القايمه اللي هي بتاعه جيومتري وشيب ولايت وكاميرا ان شاء الله في المحاضرات الجايه باذن الله بالتفصيل. ومثلا لو جينا هنا رسمنا ريكتانجل وجينا حطينا اي مصدر اضاءة دلوقتي بالنسبة لي اهو، تمام، وجينا حطينا برضو اي كاميرا، يبقى انا رسمت دلوقتي عندي في الفيو بورت بتاعي كذا نوع من انواع من الحاجات الموجودة عندي في الماكس. كلمة قول دي يبقى انا اقدر اعمل سيلكت دلوقتي، لو دوسنا على الايكون اللي بتاع سيلكت اوبجكت دي هنلاقيها مربع وعليه سهم، دي اسمها سيلكت اوبجكت، ان انا اقدر اعمل اي سيلكت على اي اوبجكت من اللي انا رسمته. قدرت ان انا اعمل سيلكت على اللي هو المكعب بتاعي، قدرت اعمل سيلكت على الكاميرا بتاعتي، قدرت اعمل سيلكت على الريكتانجل، على الاضاءه. يبقى ده ليه؟ عشان انا هنا مختار كلمه ايه؟ قول. طب لو انا عاوز اختار كذا حاجه مع بعض بدوس كنترول، وبعد كده بدوس سيلكت على ايه؟ على الحاجه الثانيه اللي انا عاوز امسكها. يبقى كنترول، بقدر طول ما دايس على كنترول وادوس بالماوس بتاعي اقدر اعمل سيلكت على اكتر من حاجه. طيب لو انا عاوز اشيل السيلكت على حاجه معينه، انا مثلا عملت دلوقتي سيلكت على المكعب، وعملت سيلكت على الاضاءه، وعملت سيلكت على الريكتانجل بتاعي، طب انا عاوز اشيل السيلكت من عليها، ادوس على الت واختار الحاجه اللي انا عاوز اشيل السيلكت من عليها. مثلا عاوز اشيل السيلكت من على البوكس، يبقى ادوس على الت افضل دايس عليه لحد ما ادوس على الماوس، هلاقي ان البوكس بتاعي خرج من ايه؟ من سيلكت. يبقى انا الت بيخرج الحاجه، كنترول اللي انا اقدر اضيف حاجه في من ضمن السيلكت. طيب ايه حكايه او ايه قصه قول دي؟ قول دي لو احنا دلوقتي احنا قدرنا نعمل سيلكت على اي حاجه. طيب جينا غيرنا واخترنا الاختيار بتاعنا اللي هو جيومتري. طيب نيجي نشوف جيومتري كده، لو دوسنا عليها نيجي نعمل سيلكت، هلاقي البوكس قدرت اعمل عليه سيلكت، الريكتانجل ايه ده؟ ده انا مش قادر اقدر اعمل عليه سيلكت ولا قادر امسكه. يبقى معنى كده ان الجيومتري اما انا اخترت هنا اللي هو الجيومتري قدر يختار الحاجات اللي هي الجيومتري بس، اللي هي الحاجات ال 3 دي الجاهزه على الماكس، تمام؟ اللي احنا هنشوفها ازاي من قائمه ايه؟ الجيومتري. طيب معنى كده ان انا لو جيت عملت سيلكت بالماوس كده هلاقي ان انا الحاجه الوحيده عرفت امسكها اللي هو ايه؟ الجيومتري. طب لو هنغير الجيومتري ونخليها مثلا اللايت، نيجي نعمل سيلكت كده بالريكتانجل بتاعي كده كذا حاجه، ده مسك اللايت بس ما قدرش ولا يمسك البوكس ولا الكاميرا ولا ايه ولا الشيء. يبقى كلمه اول دي المقصود ان انا اقدر امسك ايه؟ اي حاجه. طيب واحد يجي يقول لي ايه اهميتها؟ لا، اهميتها مفيده جدا عندي. لو انا مثلا عندي مشروع وسواء بعمل انتيريور ديزاين او اكستيريور، ومثلا عاوز امسك الاضاءه بس، فانا محتاج مثلا عندي في كذا سبوت مثلا في الانتيريور ديزاين،
في حاجه انا اعملها مثلا في فراغ مثلا داخلي، سواء ريسبشن او سواء حمام او مطبخ، وانا حاطط كذا مصدر اضاءه. فانا لو جيت وخليتها كلمه اقول وانا جاي اعمل سلكت على الاضاءه هلاقي صعوبه، او حتى لو قدرت امسك الاضاءه ممكن سهوا مني امسك حاجه تانية من اللي انا بنيها، او امسك بلوك او امسك اي حاجه موجوده في الموديل فابتدي تتحرك مكانها، او ان انا افضل اضيع وقت ان انا ازاي اقعد اعمل سلكت على الاضاءه. فدوت بينجز لي الوقت اللي انا اقدر اعمل سلكت على الحاجه اللي انا ايه عاوزها. برضو نفس القصه للكاميرا، فرضا انا عاوز اظبط الكادر بتاعي بتاع الكاميرا، سواء لو انا بعمل منظور خارجي او بعمل منظور داخلي. انا لو اخترت الكاميرا يبقى انا اقدر دلوقتي اعمل ايه سلكت على الكاميرا بس، فانا اقدر امسكها بسهوله، ودي ميزه كبيره جدا هنحسها طبعا دلوقتي عشان احنا شغالين كتله بسيطه، لكن لما نبتدي ندخل ان شاء الله ونشرح ليه الكتل ازاي تبقى متعمقه شويه، او كتل كبيره شويه زي مثلا منظور خارجي لمبنى اداري او مشروع مثلا مسرح او مدرسه او اي مشروع سكني، هنلاقي ان انا الكاميرا هتبقى مستخبيه من وسط الخطوط اللي احنا هنشوفها بعد كده كتيره بالنسبه لي. فده بيخليني اقدر امسك سواء الكاميرا او الاضاءه او اي حاجه امسكها بسهوله. طيب دي كانت اهم الميزه بتاعه كلمه ايه اول، نرجعها تاني كلمه اول. طيب هنلاقي بعد كده بعد الكلمه بعد اللي هو الايكون اللي بتاعت سيلكت اوبجكت، هنلاقي في حاجه اسمها سيلكت باي نيم، ودي مهمه جدا 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 بالنسبه لي في الماكس. طبعا اي حاجه هبنيها على الماكس بعد كده نبتدي نبني هنشوف ازاي نعمل الكلام ده، لازم اي حاجه ابنيها على الماكس اسميها باسمها. يعني البوكس ده هو طبعا هو يعني سماه بوكس عشان هو عارفه، يعني هو سماه بوكس 1 الاشكال الجاهزه. طب انا مثلا حبيت اسميه اي اسم، سميته مثلا ايه، سميته ايه تمام، ومثلا الاضاءه دي مسميها مثلا، نيجي نشوف الاضاءه بتاعتي هسميها هي اسمها اسميها لايت مثلا ال 01، عشان في اضاءه مثلا ثانيه تبقى اسميها لايت 02، والريكتانجل بتاعي ده هسميه مثلا بي تمام. والكاميرا بتاعتي دي انا مثلا عارف ان انا هعمل بيها شوت معين، فالشوت المعين دوت انا خلاص اظبط هذه الكاميرا، فانا مثلا هسميها مش بالكاميرات عشان ما اتلخبطش. فانا مثلا عاوز اكتب ايه، ان الكاميرا دي هي اللقطه الرئيسيه، لا دي الثانويه، دي اللقطه مثلا من ناحيه البحيره، فممكن اقدر اغير اسم الكاميرا على حسب هو باصص على ايه او اللقطه ايه تمام. طيب هتيجي تقول لي ايه اهميه الكلام اللي انت لحد دلوقتي بتقوله. اولا هقدر بسهوله اعمل سيلكت على الحاجه اللي انا مسميها، لان طالما انا شغال فانا عارف الحاجه دي اسمها ايه تمام. طيب ايه الاهميه الثانيه، لما اجي ارمي ماتيريال، لو انا دلوقتي سميت كل حاجه باسمها، لو فرضا انا مثلا مستعمل 3 4 انواع رخام مثلا سواء في المبنى خارجي او في الانتيريور ديزاين، مثلا عملت ارضيه مثلا فيها 3 4 انواع رخام، فده بيديني قدره ان انا اعمل سيلكت بسهوله. يعني لما اجي ادوس عليها كده ليه سيلكت باي نيم، هتلاقي طلع لي الويندو دي تمام، اللي هي اسمها سيلكت ايه، سيلكت فروم ايه، سيلكت فروم تمام. هلاقي هنا اي حاجه رسمتها جوه الماكس ظهر عندي. يعني احنا كنا راسمين اللي هو حاجه جيومتري اللي هو البوكس وانا سميته ايه، فلاقي ظهر باسمه الجديد اللي انا سميته، والاقي بيه الحاجه برضو اللي انا سميتها باسمها اللي انا سميته اللي هو الريكتانجل، الاقي الاضاءه بتاعتي ايه اسمها L01 اللي انا سميتها بيها، الكاميرا لو احنا كنا غيرنا اسمها كنا نلاقيها باسمها. معنى كده لو انا راسم عندي حاجه هنا في الماكس مليون حاجه مرسومه، فالمليون حاجه دول لو انا مسميها الاقيها باسمها هنا، فطبعا ده حاجه كويسه جدا ليا. انا لو عملت دلوقتي سيلكت ايه، ادي حرف الاي اللي هو كان البوكس بالنسبه لي، اجي ادوس عليه ايه اوكي، الاقي ايه اللي حصل، عمل لي سيلكت على البوكس بس. طيب معنى كده لو انا عندي مثلا مبنى وحاطط في المبنى ده كذا نوع ازاز او كذا نوع مرايات او كذا نوع رخام، فانا عاوز بقى خلاص وقت ارجع ارمي ماتيريال، عاوز اعمل سيلكت على طول وارمي الماتيريال. لو انا مش مسمي الاسم ده هضطر ان انا اقعد امسك شباك شباك عشان ارمي الماتيريال بتاعته اللي هو الازاز، او ارمي مثلا الالومنيوم بتاعه، او ارمي مثلا لو في كذا نوع نجيله ابتدي اعمل عليها سيلكت، فطبعا او لو رخام برضه هضطر اعمل سيلكت على كل نوع رخام. لا هنا ده يعمل لي بسهوله ان انا اقدر اعمل سيلكت على الحاجه اللي انا ايه محتاجها، فده طبعا هيوفر لي نص الوقت. يعني تخيل انت بنيت الموديل مثلا بنيته في يوم او يومين، جاي عشان ترمي الماتيريال احتاجته قدامه يوم كمان عشان اقدر اعمل سيلكت على حاجه حاجه فيهم ما يحصلش لخبطه. مدركين الموضوع اهميته عامل ازاي؟ طبعا احنا مش برضو مش مدركين دلوقتي الاهميه لحد ما، او واحد يجي يقول لي انا مش متخيلها قوي، طبعا ده هنتخيله لما نيجي نبتدي نشرح بقيه المحاضرات اللي جايه ازاي هنشوف دي اهميتها، يعني اهميه كبيره جدا عندي. طيب فاكرين كلمه اول اللي احنا كنا شفناها هنا بره، الجزء ده اللي انا امسك الاضاءه بس او الكلام ده، في اللي زيها موجوده برضو جوه عندي في القايمه دي. هنلاقي فوق في مرسوم هنا الجيومتري اللي هو ممثله في اللي هو السفير، وفي عندي اللي هو الشيب،
وفي عندي اللايت وفي عندي الكاميرا. طب انا لو اختصارا ان احنا قلنا ممكن يبقى لو انا راسم مليون حاجه الاقي المليون حاجه ظاهرين لي، وانا برده مش عايز الخبط نفسي، فانا فرضا عاوز امسك الكاميرا بس، فابتدي اطفي الاضاءه واطفي اللي هو الشيب واطفي الجيومتري، فيفضل لي الكاميرات بس اللي ايه اللي شغاله. طيب لا ده انا اطفي كمان الكاميرا، ده انا عاوز الاضاءه بس اللي تشتغل، فلاقي ان الاضاءه بس ظاهره. معنى كده ده بيظهر لي بسهوله، فاقدر امسك برده بسهوله الحاجه المصدر اللي انا ايه عاوز امسكه، اديني مسكت الاضاءه بسهوله. فدي برده نقطه مهمه جدا. طيب انا ظهرت كله كده عندي تمام، بس انا مثلا عارف اسم حاجه معينه انا عاوز اعمل عليها سيلكت وانا عارف اسمها، فاجي هنا في الجزء اللي هو بتاع الجزء المسموح لي هنا اكتب فيه، هكتب هنا اعمل سيرش على الاسم المعين اللي انا عاوزه. مثلا انا كنت عارف ان في حاجه اسمها حرف البي، البي ده انا ممثله مثلا بالريكتانجل، فانا عاوز اعمل عليه سيرش هو بس، فادوس حرف البي. مجرد ما ادوس حرف البي الاقي اي حاجه اولها حرف بي ظهرت قدامي. طبعا احنا عشان رسمين حاجه واحده بس بحرف البي ظهرت لنا بس، لكن لو احنا في كذا كلمه بادئه بحرف البي الاقيها ظهرت بالنسبه لنا. طيب ادي دلوقتي قدرت اعمل ايه سيلكت بسهوله. يبقى عرفنا مدى اهميه الايكون او الجزء الخاص بسيلكت باي نيم، دي اسمها سيلكت باي نيم. طيب تاني جزء يقابلني ان هنا في عندي حاجه اسمها ايه ريكتانجولر ايه سيلكشن. ده عباره عن ايه بقى؟ لو خدتوا بالكم انا جاي بعمل سيلكت كده بالماوس، بدوس بالماوس وبعمل ايه سيلكت، زي ما بعمل سيلكت مثلا في الكاد او السكتش اب او الريفت او اي حاجه. السيلكت بتاعي لو خدتوا بالكم هو شكله ايه ريكتانجولر، لا ده انا ممكن اغيره واخليه ايه على شكل دايره، فيجي السيلكت بتاعي بقى شكله دايره، والسنتر بتاعي هو ايه اول دوسه للماوس ايه هيدوسها. هتيجي تقول لي اهميتها ايه بعد كده، برضو ان شاء الله هنبتدي ندخل في الماكس بتعمق شويه نحس باهميتها، بس لازم نبقى عارفين ان عندنا اقدر اغير شكل السيلكت بتاعي. طيب من ضمن السيلكت برضو اللي انا اقدر ايه اعمل ايه ريجون مثلا بطريقه معينه اللي انا عاوزها، يعني انا غيرت شكله كده يبقى انا اللي اقدر ايه اهو اعمل السيلكت. شايفين انا اللي بختار شكل السيلكت بتاعي يبقى شكله عامل ازاي، فانا مثلا اقدر احدد على مجموعه حاجات اهو، فهو مسك لي المجموعه دي تمام. طيب في تاني من اللي انا شايفه مثلا ممكن يكون مهم عندي جدا، في حاجه تانيه تمام اسمها ايه ريجون برضو سيلكت ريجون، اللي هي ايه اجي هنا ببتدي اتحرك بالماوس بتاعي يبتدي هو ايه يمشي معايا بشكل ايه السيلكت. فانا مثلا مش عاوز الكاميرا فاخرج هو بعيد عن الكاميرا، لكن عاوز بقيت ايه الحاجات اهو، فعمل لك سيلكت على كل حاجه ما عدا ايه الكاميرا. طيب في بقى سيلكت تاني جميل جدا، ده غالبا بنستعمله في الاكستيريور او ممكن برضو نستعمله في الانتيريور. لو انا مثلا عامل مثلا كذا حاجه فرضا اهو انا عندي عامل ده، طبعا انا دلوقتي عامل نسخه وازاي هقول لكم بعد كده نعمل كوبي من الحاجه. عملت سيلكت وعملت قررت البوكس ده كذا ايه مره، جيب التوب مسكت مجموعه البوكسات دي وعملت منها نسخه تانية ايه، طبعا هنقول الكلام ده دلوقتي بس ده سابق خطوه. عملت سيلكت كده، ايه بقى اللي انا عاوز اعمله؟ انا دلوقتي عاوز اعمل سيلكت على مجموعه مربعات، دي فرضا باترن معينه في اللاندسكيب او في الارضيه او حاجه مثلا في حيطه داخليه مثلا حاجات خشب بعملها او كلام من ده، وانا عاوز اعمل سيلكت على مجموعه بوكسات بس عشان عاوز ارمي عليها هي ماتيريال بس لوحدها هي، فلاقي هنا في حاجه عامله زي البراش عندي. دي فكرتها ايه بقى السيلكت بتاعي؟ بص شكله عامل ازاي، طول ما انا ماشي بالبراش بتاعي بيعمل سيلكت ايه على الحاجه اللي انا البراش بتاعتي ماشي عليها بس، فده يديني قدره مثلا ده لو ده حاجه في اللاندسكيب مثلا دي تبليطه وانا عاوزها بماتيريال مختلفه، او دي حاجه عاوزها تبقى ارتفاعاتها تبقى اعلى شويه تمام، او مثلا لو انا حاجه في الانتيريور ديزاين مثلا في باترن معينه على الحيطه وعاوز اديها ماتيريال خشب او ماتيريال رخام او مرايات بلون ومرايات بلون تاني، فاقدر ايه اعملها بطريقه عشوائيه او ان انا ايه اهو زي ما احنا شايفين بيقدر يتحرك ايه بره. يبقى دي بالنسبه لايه للبرش تمام. هنرجع للسيلكت بتاعنا ايه تمام كده، نرجع تاني نشوف اللي عندنا. طبعا في حبه حاجات يستحب نبقى عارفينها. طبعا احنا بنشوف اول ما الماكس بيفتح عندنا بيبقى عباره عن اربع ويندو كده ظاهرين قدامي، هلاقي اللي هو الايزومتريك بتاعي والاقي ان في هنا كلمه فوق فرونت، وهنا في عندي ايه توب اهي كلمه توب، والاقي هنا ليفت وفي ايه في رايت وهكذا. كل الحاجات دي الشاشات دي طبعا متصله ببعضها، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا شغال هنا هنا بيتاثرش، لا ده البوكس ده لو انا جيت مثلا غيرت في القيم بتاعته الاقيها بتتغير فين في الباقي تمام. يبقى الويندو دي كلها شغاله مع بعض في نفس ايه الوقت، بس هي الفكره كاني ببص عليها من ايه من اتجاهات مختلفه.
طبعا احنا صعب ان احنا نشتغل الاربع شاشات شغالين قدامي، فانا بضطر ان انا اكبر ايه شاشه منهم، سواء انا اشتغل مثلا عاوز اشتغل على التوب، او عاوز اشتغل على الفرونت، او عاوز اشتغل على الليفت او رايت. تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اكبر الشاشه زي ما احنا كنا مكبرها من شويه. تمام. فعندي كذا اختيار، لما ادوس هنا على الايكون اللي بتاعت ماكسمايز تحت اهي، تمام، او ان انا ادوس الت دبليو. الت دبليو ادوس عليها كده، ايه ده، ده جاب لي الايزومتري. طب اشمعنى اختار الايزومتري بس ما جابش الفرونت ولا جاب التوب ولا ايه السبب؟ نرجع تاني ندوس الت دبليو، نرجع للشاشه تاني للشاشه الرئيسيه بتاعتنا. يبقى اول اختصار عندنا هو الالت دبليو. لو خدنا بالنا هنا نلاقي حوالين الايزومتريك بتاعي هلاقي فيه فريم لونه اصفر. تمام. الفريم ده معناه ايه؟ ان الشاشه دي هي دلوقتي اللي انا شغال فيها. طب انا لو نقلت على هنا على التوب، احنا دلوقتي اهو في توب، بص ايه اللي حصل، دوست بالماوس على الشاشه اللي انا عاوز اشتغل عليها، فعمل لي فريم ايه اللي هو الاصفر او البرتقاني او اللون البني الغامق بتاعي ده. تمام. اجي ادوس الت دبليو الاقي المره دي ايه، كبر لي زي. طب دلوقتي انا في الشاشه اللي بتاعت التوب وعاوز اجيب الفرونت، لازم ارجع واقعد ادوس؟ لا، ينفع ادوس حرف الاف على طول الاقي نفسي جالي ايه، الفرونت اهو. تمام. طيب لو انا عاوز اجيب اللي هو الايه الليفت بتاعي، ادوس حرف ال الاقيه يغير لي ايه برده. تمام. طيب لو انا عاوز اجيب بقى اللي هو ايه اللي هو ناحيه اليمين رايت، ادوس حرف الار؟ لا، حرف الار ده اختصار للسكيل. لكن لو انا عاوز اجيب الرايت بتاعي ادوس على حرف الفي، هيطلع لي القايمه دي اللي هو الفي بورت. تمام. يبقى ادوس على حرف الفي في الكيبورد عندي هيظهر لي القايمه دي، ابتدي اختار انا عاوز ايه اللي انا عاوز اختاره. فانا الاقي رايت مثلا ايه ده. خلاص. يبقى ده بالنسبه لعندي الايه، لو انا ايه اكبر الشاشه او ازاي اصغر. نرجع تاني لمضمونا اللي هو ايه الايزومتري. تمام. طيب كن لو في حد فينا شغال على اي برنامج مثلا زي الكاد، هيعرف ان احنا بيختلف عندنا ان انا اعمل سيلكت من ناحيه اليمين، خلاص الكاد يعني، عن ان انا اعمل سيلكت من ناحيه الشمال. طبعا لو احنا شغالين على برنامج الكاد، لو انا جيت عملت سيلكت من ناحيه اليمين، ايه اللي حصل هنا؟ السيلكت بتاعي وقع فيه ايه، وفي مجموعه حاجات، في حاجات هتوقع كامله زي مثلا المربع بتاع او المستطيل بتاع واقع كامل جوه السيلكت، والكاميرا كمان واقعه كمان كامله جوه السيلكت، لكن الاضاءه والبوكس جزء منهم واقع جوه السيلكت وجزء بره السيلكت. فانا بالسيلكت عندي كده ايه اللي حصل، مسك الحاجات اللي وقعت كلها جوه السيلكت. تمام. سواء وقع كان هي كامله جواه او كان جزء من ايه منها. طيب لو انا بقى جيت غيرت واخترت الايكون الثانيه اللي عندي دي اللي اسمها ويندوز. تمام. دي فكرتها ايه بقى، لو انا دوست عليها كده، لو انا جيت غيرت كده وجيت عملت سيلكت، ايه اللي هيحصل بقى؟ اي حاجه يعني مثلا دلوقتي عامل سيلكت على ايه، عامل او عامل اللي هو الريكتانجل بتاعي حوالين ايه، حوالين اللي هو المربع وحوالين الكاميرا وفي البوكس بتاعي، بس البوكس بتاعي جزء منه بره، ايه اللي هيحصل بقى ما انا عملت كده؟ هاجي الاقي ان هو مسك سيلكت للريكتانجل والكاميرا بس، ليه ما مسكش البوكس؟ لانه مش واقع كامل جوه السيلكت بتاعي. ده بسبب ايه؟ ان انا ده دوست على ايه، الايكون بتاعتي دي. تمام. يبقى دي برضه هنلاقي في ليها اهميه بعد كده. فرضا انا عندي مثلا شجره او عربيه او حاجه في اللاندسكيب او حاجه في الانتيريو ديزاين، مثلا ثلاجه غساله فرش، وعاوز اعمل سيلكت عليه. فلما اجي اعمل سيلكت مثلا على الترابيزه، فالترابيزه كلها هتقع جوه مثلا الشكل بتاع اللي هو الريكتانجل ده اللي هو السيلكت، لكن مثلا الارضيه مش هتقع كلها كامله، ده واقع منها جزء فما يعملش عليها سيلكت. فهي اهميتها ان انا اقدر اعمل سيلكت برضه بسهوله على حاجه معينه بس انا عاوزها. تمام. يبقى ده باختصار عن قائمه ايه سيلكت الموجوده ايه عندي. طيب دلوقتي الشغل بتاعي، طبعا احنا هنا الكتله بسيطه جدا ان هو بوكس بسيط. طيب انا عاوز الموضوع يبقى بعد كده ما يكبر معانا ويبقى كتله كبيره وفي حاجات كتير جدا، اما اجي اعمل اوربت هلاقي هنا في حاجه اسمها تحت عندي هنا اسمها ايه، اوربت. طلع لي كده اوربت، ده اللي انا بيديني الامكانيه ان انا الف، انا اللي الف حوالين الكتله. تمام. مش الكتله هي اللي تلف، لا انا اللي بلف حوالين الكتله. خلاص. فده بيديني ايه، قدره ان انا الف حواليها. تمام كده. والاختصار بتاعه لو احنا عاوزين نشتغل بالاختصارات، ادوس على حرف على في الكيبورد على زرار اسمه الت، وادوس على السكرول اللي عندي في الماوس وابتدي برده اتحرك، افضل دايس على السكرول في الماوس وافضل دايس على حرف الالت، ده هيعمل لي ايه، نفس اللي بيعمله اوربت. تمام. بس ده بايه، بالاختصار عشان لو مش كل شويه عاوز اروح ادوس ايه وارجع. يبقى ادوس على الت. تمام. وادوس على السكرول اللي عندي في الماوس وافضل دايس عليهم وابتدي الف ايه بالماوس في الاتجاه اللي انا ايه عاوزه. تمام. لحد دلوقتي الموضوع بسيط. طب الكتله زي ما احنا كنا بنقول ان هي بقت تقيله قوي، طبعا وانا جاي اعمل اوربت وبلف حوالين الكتله والكتله فيها تفاصيل كتير وعربيات وشجر او فرش مثلا في انتيريو ديزاين، في حاطط كل الفرش بتاعي، الفايل بتاعي بيبقى تقيل في الحركه. طب انا عاوز ابقى خفيف بحيث اعمل بسهوله، ادوس على اف 3
ادوس على اف 3 عندي في الكيبورد هتلاقيه حول الشكل بتاعي بقى واير فريم. ده بيخلي لي القدره او الامكانيه ان انا اعمل اوربت بسهوله. طبعا احنا كان في الاول مش حاسين بالفرق في السرعه لان الفايل بتاعنا خفيف، لكن لما يبقى كتله كبيره او في تفاصيل كتير جدا ده هيفرق معايا كتير جدا 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 لما اجي اعمل اوربت حوالين الشكل بتاعي او جوه الشكل بتاعي. تمام، يبقى اف 3 بيحول لي ايه الشكل بتاع الواير فريم فاقدر اتحرك ايه بسهوله. فيبقى ده ايه اختصار برده تاني لازم نبقى عارفينه عندنا. طيب دلوقتي بقى هندخل على قائمه جديده او جزء جديد. ايه هو المسؤول عندي؟ لو موف وروتيت وسكيل. هنا لو خدنا بالنا الايكون اسمها ايه؟ سيلكت اند موف. الاولانيه هنا دي كان اسمها سيلكت اوبجكت بس، اسمها سيلكت اوبجكت بس. لما كنت اجي ادوس على سيلكت اوبجكت بس وادوس على الشكل بتاعي هلاقي ان في محاور اكس وواي وزد، اكس وواي وزد بس مش متنشطين، هو اخره بس يعمل سيلكت. لكن موف هنا لو جينا وقفنا عليها هنلاقي ان الاكسات بتاعتي ابتدت تتنشط، معنى كده ايه؟ ان انا اقدر احرك الكتله بتاعتي. طيب لو انا وقفت على حرف الاكس بس كده اللي هو المحور اللي هو الاكس هلاقي نفسي ان انا بقدر احركه في اتجاه اكس بس سواء فوق او تحت في الاكس، يعني بلس اور ايه ماينس. طيب لو انا وقفت على الواي هلاقي اللي هو بيقدر يتحرك هنا، ما يقدرش يتحرك في اي اتجاه تاني. ابص الماوس بحرك في اتجاه تاني مش راضي، هو اخره يتحرك فين؟ في الاتجاهات دي. طب والزد لو مسكنا الزد اول ما اقف عليها تلاقيها اصفرت، اللي هو فين؟ في الاتجاه ايه؟ الراسي. تمام كده؟ ارجع نقول. طيب يبقى معنى كده ان انا لما احب اقف على الحاجه بتاعتي هنا ايه اغيرها. طب واحد قال لي لا ده انا عايز احركه في اتجاه واي واكس، اقف فين بقى؟ في مربع واصل ما بين المحور واي وبين اكس اجي اقف عليها الاقيه اصفر. اصفر ده ان انا اقدر احرك فين؟ في الاتجاه واي ايه واكس. طب لو نشطت المربع اللي حوالين اللي هو بين زد وواي الاقي بيتحرك فين؟ في الاتجاهات دي. طيب يبقى معنى كده ان انا ايه حركت عنه. طيب واحد يجي يقول لي إيه البوكس بتاعي ده هو ابعاده فين او هو نازل فين بالنسبه لنقطه الاصل بتاعه الماكس، اللي هي نقطه الزيرو زيرو بتاعه الماكس. نقطه الزيرو زيرو بتاعه الماكس هي تقاطع المحور الاسود اللي احنا شايفينه ده او الخط الاسود ده مع الخط الاسود، يعني النقطه دي هي نقطه الزيرو زيرو. طيب البوكس ده بيبعد قد ايه؟ لو نزلنا تحت شويه كده اهو في الحته اللي انا بشاور عليها فيها الاقي عندي اكس بماينس 8.5 وفي هنا واي بايه؟ ب 54.7 وزد بايه؟ بزيرو. معنى كده ان البوكس بتاعي ده بيبعد الابعاد دي. طب لو انا خليت القيم اللي تحت دي عملت سيلكت عليها وخليتها بزيرو وادوس انتر وبعد كده ادوس هنا برده زيرو واي بزيرو وانتر، ايه اللي حصل؟ نقل لي البوكس بتاعي دي لنقطه الاصل بتاعت الماكس اللي هي نقطه ايه؟ الزيرو زيرو زيرو، اكس واي وزد بزيرو. تمام؟ طبعا دي ليها اهميه وهنعرف بعد كده، بس احنا دلوقتي بنعرف ايه؟ امكانيات الاوامر اللي موجوده فين عندي ايه؟ في الماكس. تمام؟ طيب واحد يقول لي ايه؟ طيب انت دلوقتي انا كنت عاوز مثلا احنا فرضا خليت ده على بعد 8 اهو. انا كنت عاوز مثلا في اللاند سكيب جالي مثلا بعد ما خلصت الارضيات والتشطيبات الارضيه جالي مثلا تقرير لا ده انا لازم ارفع مثلا الارضيه منسوبه 15 سم او مثلا حاجه في الانتيريور ديزاين مثلا عاوز احرك الترابيزه دي لا عاوز احركها نص متر بس. تمام؟ فدي اجيبها منين بقى؟ بدوس رايت كليك على الايكون اللي بتاعت ايه؟ بتاعت سيلكت اند موف. هلاقي تلاقي الويندو دي، الويندو دي شايفين لو احنا ناخد بالنا هنا وورلد دي هي نفس القيم اللي تحت اللي هو ايه 8 و36 وهنا زيرو، هنلاقي القيم دي هي دي. تمام؟ طب ايه الاكس واي وزد واللي هي مكتوب عليها اوفست ديت؟ دي بقى احداثيات الشكل بالنسبه لنفسه، يعني ايه؟ انا فرضا زي ما كلنا عارفين مثلا نقطه الروبير مثلا في عندنا في العماره ان انا باجي ايه؟ انسب نفسي دايما لنقطه الروبير. فانا هنا بالنسبه لنفسي انا دايما زيرو، طب انا فرضا عاوز 8 دي عاوز ازود عليها 5. بلا ما اقعد احسب مثلا بالكالكوليتر او كذا هتقول لي ما 5 زائد 8 بسيطه ان انا احسبها، لا احنا بعد كده نتكلم في ارقام فيها ممكن يكون حاجات عشريه، فانا مثلا اضيف هنا 5 ايه اللي حصل؟ ادوس انتر هنلاقي ان 5 اتضافت على 8 بقت 13 على طول ورجع ده زيرو. طب ليه رجع ده تاني زيرو؟ لان هنا دوت هي احداثيات الشكل بالنسبه لنفسه، يعني الزيرو اللي هي بتاعت الشكل ده او 000 دي هي نقطه السنتر بتاعت الشكل، فانا مجرد ما ادوس الرقم بتاعي وادوس انتر هو بيرجع نفسه 000، لكن بيضيف الرقم انا زودته فين؟ على الاحداثيات الرئيسيه بالنسبه لايه؟ نقطه الماكس. تمام؟ بسيطه وسهله. طيب ده كان بالنسبه لايه؟ لموف. طيب بالنسبه هنا الروتيت تمام؟ هنلاقي هنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ روتيت. طبعا لما نيجي نشتغل روتيت احنا كمعماريين او حد شغال في مجال العماره لازم دايما نعمل روتيت بزاويه واضحه، يعني ما ينفعش ما فيش عندنا حاجه في العماره اسمها نلاقي زاويه مثلا كسور من 100 في التنفيذ هتنفذ بصعوبه او يعني ملهاش لازمه، يعني الارقام لازم تبقى ارقام صحيحه. فهننشط هنا عندنا حاجه ايكون هنا موجوده اسمها انجل سناب. انجل سناب ده بيخلينا لما اجي اعمل روتيت يلف بدرجات محدده. تمام؟ طيب ادوس على انجل سناب هنا واجي اعمل روتيت
لو انا عاوز اعمل روتيت حوالين محور زد يبقى اشوف الدايره اللي هي المحور زد يعتبر السنتر بتاعها. المحور زد سنتر لاني دايره؟ للدايره الصفراء. فكده انا بلف حوالين ايه؟ محور زد. لو ناخد بالنا في الارقام اللي بتتكتب فوق عندنا ايه؟ 25 30 35 ان هو بيعمل روتيت بايه؟ بزوايا محدده. ليه كام درجه؟ 5 درجات. طب ينفع 5 درجات دي اغيرها؟ عاوزها تبقى درجه او عاوزها نص درجه؟ ينفع؟ اه ينفع اغيرها، بس زي ما احنا شايفين ان انا بتحرك ايه؟ بدرجات ثابته. طيب لو انا قفلت اللي هو الانجل سناب دي وجينا نعمل روتيت، بص الارقام اللي بتتكتب ارقام من 100. طبعا ما فيش عندنا حاجه كده في العماره. تمام؟ طيب. نرجع اندو تاني وادوس على الانجل سناب. طيب يبقى انا، طب انا لو عاوز اخلي اللي هو الواي يبقى هو المحور بتاعي اللي انا الف حوالين المحور ده، اقف على الدايره اللي هي السنتر بتاع ايه؟ المحور ده اهو. تمام؟ طيب يبقى انا معنى كده ان انا لو عاوز الف حوالين اي محور اشوف الدايره اللي هو يعتبر المحور ده ايه؟ السنتر بتاعه. طب احنا كنت من شويه بتقول لي اللي هو كان بيلف 5 درجات، انا عاوز يلف كل درجه. هروح عند انجل سناب اللي احنا شغلناه من شويه دي وادوس عليها رايت كليك. الاقي في حاجه اسمها ايه؟ جريد اند سناب سيتنج، هتلاقي اتفتحت. الاقي في قايمه اسمها ايه؟ اوبشنز. قايمه اسمها ايه؟ اوبشن. انزل شويه لتحت كده الاقي في حاجه اسمها ايه؟ انجل. اهي تمام. الانجل دي قدامها كام؟ ديجري 5 درجات. يبقى انا هو ده كان السبب اللي انا بلف ايه؟ كل 5 درجات. طب لو خليتها تلف كل 5 مثلا او كل درجه، اه ادوس انتر خلاص هي اتغيرت. اجي اعمل روتيت كده ونشوف هنلاقيه بص بيتلف ايه؟ كل درجه. تمام. طبعا عشان انا ماشي اسرع شويه فهو ايه بياخد درجات ورا بعض سريعه. طيب لو انا عاوز الف ويخليه يلف 45 اهو، اكتب هنا 45 يبقى هو هيلف بزاويه كام؟ 45. نيجي نبص كده اهو عمال ايه؟ 45 90 135 وهكذا، يبقى بيلف كل زاويه ايه؟ 45 ايه؟ درجه. يبقى عرفنا هنا فائدتها. طيب بالنسبه بقى للسكيل هنلاقي هنا بقى عندنا برضو نفس قصه السكيل. لو انا عاوز ازود السكيل بتاعي في الزد بس بروح اقف على الزد واكفن واكبر. لو انا عاوز ازود في الاكس اشد في الاكس، لو عاوز في الواي ازود في الواي. تمام. طيب دلوقتي انا عاوز ازوده لا في جميع الاتجاهات، هلاقي في مثلث موصل ما بين المحاور الثلاثه، لو وقفت عليه كده هلاقي المثلث ده اتنشط، يبقى ده انا هكبره فين؟ في جميع ايه؟ الاتجاهات، او اللي هو السكيل بتاعي غيره في جميع الاتجاهات. طب لو انا عاوز في الزد وفي الاكس بس، اروح على المثلث اللي فين؟ اللي متصل بين ايه؟ زد واكس بس. ده لا ده انا عاوز زد وواي اهو، لا ده انا عاوز واي واكس اهو. تمام. يبقى دي فايده ايه؟ ان انا اعمل كده. طب لا ده انا عاوز الكتله بتاعتي دي تزيد الضعف، ينفع؟ اه ينفع. ادوس رايت كليك هنا عندي على السكيل اهي، هلاقي طلع لي الويندو الجميله دي بتاعتي. طيب شايفين 100%؟ دي هو الشكل بيعتبره ان هو سكيله بالنسبه له هو 100%. طب لو انا عاوز الضعف اكتب له 200 وادوس على زرار انتر اهو، يبقى الكتله بتاعتي دي زاد السكيل بتاعها الضعف. طب انا عاوز النص 50%، يبقى اكتب 50 وادوس انتر الاقي بقى ايه؟ النص. ورجع تاني هنا القيمه بقت كام؟ 100، لان الشكل هيفضل طول عمره لنفسه هو 100%. تمام. حبيت يخليه النص تاني اهو، ادوس 50% يبقى صغير النص. لا ده انا عاوز يبقى الضعف، ادوس ايه؟ 200. وهكذا. عرفنا احنا بنغير السكيل منين دلوقتي؟ يبقى احنا بنغير السكيل بتاع الضعف او النص او كده، بدوس رايت كليك هنا عندي على سكيل يطلع لي الويندوز دي، اقدر اتحكم فيها ايه؟ بسهوله. طيب واحد تاني يقول لي انا عاوز اعمل كوبي من الشكل ده، ازاي بقى بعمل كوبي؟ بدوس سواء بختار موف او روتيت او سكيل وبدوس على زرار شيفت، افضل دايس على شيفت واحرك اهو، عمل لي منه نسخه ويطلع لي الويندوز دي. يقول لي انت عاوزها كوبي ولا عاوزها انستنس؟ عاوزها كوبي يبقى اختارها ايه؟ اهو. وعاوز منه كام نسخه؟ بقول له مثلا عاوز منه مثلا 3 نسخ اهو، ادوس هنا اوكي الاقي ايه؟ ال3 نسخ بتوعي اهي. نعملها تاني اهو، ندوس شيفت، هيقول لي انت عاوز منه كام نسخه؟ اقول له مثلا 5 وادوس اوكي. تمام. الاقي قرر ايه؟ عمل لي 5 نسخ ايه؟ من البوكس بتاعي. طيب ايه الفرق بينها وبين انستنس اللي تحتيها دي؟ انستنس دي لو انا جيت برضو هي نفس القصه كانه بيعمل نسخه منها، وجيت مثلا قلت له 3 وادوس هنا اوكي، هو فعلا عمل لي 3 نسخ. بس ايه بقى اللي حصل؟ الانستنس بيربط لي الاشكال دي ببعض، يعني لو جيت دخلت على البوكس ده وجيت غيرت في الابعاد بتاعته، بصوا ايه اللي حصل؟ الثلاثه بيتغيروا او الاربعه بيتغيروا مع بعض بنفس القيم. ليه؟ لان انا رابطهم مع بعض عامل لهم ايه؟ انستنس. يبقى انا لو عامل بدل الكوبي عامل انستنس يبقى بيربطهم ببعض. طب امتى بقى انا وانا شغال في الماكس استعمل لو انستنس؟ لو حاجه هي نفس الشكل وبكرره، يعني مثلا البرامج في بلكونه،
الطبيعي ان البرامج تبقى في البلكونه او في الترابزين او في السور بتاعي او على السلم، بتبقى نفس الشكل. طب انا فرضا جالي العميل او انا حبيت اغير الديزاين بتاعي بتاع برامج، يعني برمج واحد من البرامج دي، هفضل بقى اغير مثلا كنت عامل مثلا منهم 1000، اقعد اغير في ال 1000؟ لا، اغير في واحد بس، تمام؟ فما اغير في الواحد يتغير في الباقي. ده يبقى ده بسبب ايه؟ ان انا من الاول اما جيت خدت منه كوبي خليته ايه؟ اما جيت شدك منه كوبي كده، بدل ما اختاره هنا كوبي، لا خليتها ايه؟ انستنس. انستنس ده بيخلوهم لي ايه؟ مربوطين ببعض، تمام؟ طيب نيجي نشوف كده، لو خدناها كوبي ايه اللي هيحصل؟ فوق هنا اهو، بالنسبه هنا عندنا لو كوبي زي ما احنا قلنا، لو اقدر ازود بيها عدد النسخ اهو اللي هي 3 مثلا، اوكي تمام. اما نيجي نغير بقى في قيمه واحده منهم، هنلاقي منفصل عن ايه الباقي، اي واحده فيهم هنلاقيها منفصله مش زي انستنس. يبقى ده الفرق بين كوبي وانستنس. ازاي بنعملها؟ ان احنا بندوس شيفت واحنا بنحرك في اي اتجاه، تمام؟ وبعد ما ادوس في اي اتجاه، تمام، بيطلع القايمه دي ويقول لي انت عاوز منها كام نسخه. طيب انا مثلا هنا جيت عندي ورحت خدت اهو كوبي بس خليتها انسنس وخليت منها 3 نسخ، واحد جه قال لي مثلا لا ده انا عاوز مثلا اخلي العمود او البرمق من البرامج ديت شكله مختلف، ينفع افصله عن الباقي؟ اه ينفع افصله عن الباقي. هجيبها منين؟ هنلاقي ان انا عملت سيلكت على البوكس اللي انا عاوز اخرجه او اي شكل اللي انا عاوز اخرجه، وبعد كده بتروح هنا على جنب كرييت في حاجه اسمها ايه؟ موديفاي. ادخل على موديفاي هلاقي البوكس بتاعه، هلاقي فيه علامه اسمها ايه؟ علامه اسمها ميك ان يونيك. ميك يونيك ديت هي فكرتها ان هي كوره وكورتين تانيين، مجرد ما ادوس عليها، احنا شايفينها هنا متنشطه، مجرد ما ادوس عليها هتلاقوا لونها ايه؟ بقت خلاص مش متنشطه، معنى كده ان ديت ايه؟ اتفصلت عن باقي ايه؟ باقي الاشكال. اما نيجي نغير في الابعاد بتاعت البوكس ده هنلاقي بقى هو يتغير ايه؟ لوحده، ملوش علاقه بايه؟ بالباقي بتوعي، تمام؟ وهنا البوكسات التانيه دي هي لسه مربوطه ملهاش علاقه بيه، وبيختلفوا مع بعض ايه؟ يبقى ده قدرت افصله عنه. طبعا الانستنس زي ما احنا قلنا بنستعمله لو في حاجه متكرره بنفس الشكل، عندي شبابيك متكرره بنفس الشكل، عندي اعمده متكرره بنفس الشكل، عندي برامج، كل ده ليه؟ عشان لما اجي اعدل حاجه واحده منهم اقدر اعدلها في تانيين ايه؟ بكل سهوله. اتمنى يكون المحاضره بتاعت النهارده تكون بسيطه وسهله، وان شاء الله انتظرونا في المحاضره القادمه باذن الله. هنكمل بيت اللي هو الماكس، هناخده خطوه بخطوه ان شاء الله، بناخدك من مرحله المبتدئين لحد ما نوصل ان شاء الله لدرجه الاحتراف، ونعمل مناظير سواء كتل اداريه، مباني سكنيه، انتيرير ديزاين. طبعا ان شاء الله هناخدها بخطوه بخطوه، اتمنى ان احنا نطبق زي ما اتفقنا، اي حاجه بناخدها بنطبقها في نفس اليوم، وباذن الله انتظروا الفيديو القادم باذن الله. شكرا، السلام عليكم.